ما حكم الصبغة السوداء وغير السوداء بالنسبة للنساء؟ النساء إن كان شعرها فيه شيب فإنها تصبغه بغير الأسود، قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. هذا عام للرجال والنساء، فلا تصبغ المرأة بالسواد. وأما إن كان شعرها أسود وليس فيه شيب فإنها تبقيه على خلقته ولا تغيره، لأن هذا من العبث ومن غير حاجة. نعم.